بماذا توصون في هذه المصاحف المسجلة المتقنة؟ المصاحف المسجلة المتقنة ينظر الإنسان فيها إلى إتقان القارئ لا إلى صوته، لأن القراء أربعة أقسام. قسم قراءته صحيحة جميلة، وهذا أندر الندور، هذا أعلاهم. إيه نعم. قسم قراءته صحيحة غير جميلة، وهذا يستفيد من الطالب كثيرا. قسم قراءته جميلة وليست بتلك الصحة والدقة، وهذا فقط الجانب العاطفي والتأثر الموعظة. والقسم الرابع ما نريد أن نصل إليه، وهو الذي ليس جميلا ولا صحيحا. طيب، هل هناك من المصاحف المسجلة أسماء من القراء؟ إيه نعم، مثل الحصري مثلا. مصحف الحصري له مصاحف، له مصحف لحفص عن عاصم. نعم، وله مصحف لورش. ورش صحيح. وأيضا فيه بوسنينة بالنسبة لقالون متقن. له لأبي عمرو الحصري أيضا؟ ما أدري، كأني سمعت. طيب. لكن فيه الشيخ من المعاصرين اليوم، الشيخ محمد عبد الكريم من السودان، متقن، له إتقان للقراءة، ومع ذلك أيضا صوته ما شاء الله جميل. الشيخ عبد الرشيد صوفي له إتقان كبير، من أتقن الناس اليوم الأحياء ما شاء الله في القراءات العشر. والشيخ عبد الرشيد أيضا يؤخذ منه الأوجه، لأنه في أغلب التسجيلات لا يذهب إلى الأوجه المشهورة المأخوذ بها. هاي. لو سمعته يقرأ بورش تقول هذا يقرأ بقراءة ثانية، لو سمعته يقرأ بحفص تقول هذا يقرأ بقراءة ثانية. عجيب. لكن هو متقن، وأيضا ما شاء الله عنده ضبط في عدم اختلاط الأوجه، هذا نادر جدا. عجيب. إذا مشى في وجه طرد فيه. أي نعم. وبالنسبة للمصاحف، سجلت له مصاحف الحمد لله للشيخ عبد الرشيد في مختلف القراءات. المصاحف الشهيرة كالمنشاوي وعبد الباسط، هذه أي نعم، هذا بالنسبة للمنشاوي نعم عنده إتقان، بالنسبة لحفص أي نعم في مصحفه المرتل. ونعم، ومع ذلك في بعض المبالغة في القلقلة والمدود قد لا تصلح للطلبة المبتدئين. نعم. طيب، إذن الحصري هو المقدم أو ما سميته؟ الحصري مقدم. نعم.